السلام عليكم الخوت، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير. اليوم ان شاء الله غيكون موضوع مختلف، غنحطوا لكم شنو واقع في الحجز الصحي بالنسبه للرياضيين، الحوادث اللي وقعت اليوم. والصراحه بنادم خصو يدير الاحتياط ديالو، لان حتى انا وقعت لي واحد النهار ديك اللاستيك تجبد ليا وراه كليت واحد الضربه الصراحه وصافي حرقتني بزاف. المهم كنتمنى ان شاء الله يعجب لكم هذا الفيديو وتابعوه حتى الاخر حتى الاخر الدراري، وما تضحكوش على الناس لان هادشي قاسحه قاسحه بزاف قاسحه. ولكن المهم بنادم يدير الاحتياط ديالو. شوفوا تفرجوا على الفيديو ان شاء الله اتمنى يعجب لكم، وما تنساوش تبارطاجيو وتشجعونا باللايك، واللي ما ابونيش ابوني معنا ويفعل الجرس بيزمان. Oh shit!